سي مصطفى الشناوي، النقابة الوطنية لقطاع الصحة تعقد المجلس الوطني ديالها في ظل واحد الحكومة الجديدة وفي ظل اتفاق تاع 30 ابريل، اشنو النصيب تاع القطاع الصحي في هذا الاتفاق؟ اولا نحن كنعقدوا هاد الدورات ديال العاديه ديال المجلس الوطني واللي سميناها دوره الفقيد، فقيد الطبقه العامله والوطن المناضل اللي فقدناه كاملين نبيل الاموي الله يرحمه، تحت واحد الشعار اللي كيعبر على التضامن على التكامل وعلى الوحدة ديالنا كفئات ديال الشغيلة الصحية داخل قطاع الصحة، ومن أجل تحسين الأوضاع ديال العاملين بقطاع الصحة وكل الفئات ديالهم. باش نجاوبك على السؤال، هو قبل الاتفاق ديال 30 أبريل بين المركزيات ومنهم الكونفدرالية والحكومة، كان قبل منه اتفاق في 24 فبراير بين النقابات الصحية ديال قطاع الصحة كلها مع الحكومة. كان لقاء في الأول وقعنا اتفاق مع السيد وزير الصحة والسيد وزير المكلف بالميزانية، ومن بعد يعني بعض الأيام كان لقاء مع في رئاسة الحكومة يترأسه رئيس الحكومة، وتم اتفاق تم توقيع على اتفاق للغلاف المالي ديالو مهم جدا. احنا هذه النقطة هذه نقطة أساسية غتكون عندنا في النقاش اليوم ديال المجلس الوطني. بطبيعة الحال احنا تعودنا على أنه جميع الاتفاقات سابقا كتوقع، ولكن يجب متابعة الأجراء ديالها، وخصنا بعض المرات كنضطروا نعاودوا نناضلوا باش تنفذ البنود والمضامين ديال هذاك الاتفاق. الإشارة الإيجابية هي أنه هذا الاتفاق كان متضمن حتى في الاتفاق ديال 30 أبريل بين المركزيات النقابية وبين الحكومة، وهذا مهم، وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القطاعين يعني الصحة والتعليم، بالإضافة للمطالب المشتركة ديال الشغيلة بصفة عامة الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وهذا مهم، تأكيد على المطالب ديال الصحة في 30 أبريل، في اتفاقية 30 أبريل مهم. احنا بطبيعة الحال اليوم غادي نناقشوا هذه النقطة وغنناقشوا الكيفية ديال المتابعة والأجراء ديال هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال في آفاق العمل غنشوفوا لربما ما يكونش ولا يكون التراجع ولا عدم الالتزام والوفاء بالالتزامات السابقة عند الحكومة، غنضطروا أننا نناضلوا من جديد. وشنو الضمانات ديالكم باش هذا الاتفاق اللي وقعتوا أنتم مع وزارة الصحة واللي تضمنوا كما قلتي الاتفاق تاع 30 أبريل يتم الأجراء ديالو؟ هو ما كاينش ضمانات مع الاسف، انا قلت لك بانه من التجربه السابقه هو انه كتكون اتفاقات ولكن لا تنفذ. راه اتفاق بين المركزيات والحكومه 26 ابريل 2011 وباقي اليوم كنتكلموا عليه، يعني هذه ولفناها، اما الحكومات غير مسؤوله، اما كيتضرعوا بالتقشف وغياب يعني ما كاينش امكانيات ماليه، ولكن هذا احنا ما غاديش نقبلوا هذا خصوصا في قطاع الصحه، لانه الدوله ولات كتكلم على اولويه قطاع الصحه، واللي كتقول اولويه راه خصك ترصد لها امكانيات ماليه، وفي نفس الوقت كيخصك تهتم بالعنصر الاساسي اللي هما الموارد البشريه. خلال جائحه على الكورونا والازمه تاع كوفيد يعني في الانطلاقه ديالك، الجميع تحدث على ان كما قلتي القطاع الصحي خصو تعطاو الاولويه، المواطن المغربي يعتقد بان يعني مباشره مع هذه الازمه هذه غادي يكون واحد الصوره اخرى للمستشفيات العموميه وواحد الصوره اخرى للخدمات الصحيه، ولكن ما وقعش هذا الشيء علاش؟ هو مع الاسف نقول بانه منذ الاستقلال الى حدود اليوم، منذ استقلال البلاد الى حدود اليوم، ما عمر الصحه او القطاعات الاجتماعيه كلها ما كانت اولويه، ما عمر الانسان كان هو جوهر السياسات العموميه، وبالتالي السياسات اللي كانت كتطبق والى حدود اليوم راه هي ليبراليه، وليبراليه متوحشه في بعض الاحيان. مع هذا من الايجابيات ولو انها جائحه اللي خرجت على الاقتصاد وخرجت على ومشوا فيها بزاف ديال الناس اللي فقدناهم، بالرغم يعني من الايجابيات هو انه الكل شيء وعى بالاهميه ديال في العالم كامل بالدور ديال الدوله في رعايه قطاع الصحه بالاساس، وبانت الاولويه ديالو من جديد، ولو
ولكن مع الأسف تعودنا هذا الشيء في الأزمة ديال العالمية ديال 2008 وأزمات سابقة بأنه غير كان بدون بعده من الأزمة ومن الأثر الأزمة، وكيبدأ الليبرالية ثاني كتسترجع القوى ديالها وكيبدأوا يتناساوا هذاك الخطاب اللي قالوا قبل. حنا طبيعة الحال هذا الشيء غنتابعوه غنواكبوه، ما كاينش ضمانة، ضمانة هي أننا خصنا نبقاو متواجدين كنراقبوا وشنو كيدار، وإلا اضطرينا غنناضلوا غادي نناضلوا بدون نقاش. يعني ما وقعناش على شي سلم اجتماعي، وقعنا على اتفاق ولكن ليس السلم الاجتماعي، وحنا إلا اضطرينا نناضلوا غادي نناضلوا.